عليكم مرحبا بكم توجور مع التوبوغرافيا في الجزائر وتوجور مع جي بي اس على ستوندرز وتوجور مع لوجيسيال كوب على فيرسيو 5 وكما العادة توجور مع لاباس تاعنا كما تشوفوا توجور في بلاصتها فيكس. دونك جيتكم اليوم باش ندير لكم لا سويت تاع الفيديو اللي فات تاع المزايا تاع لوجيسيال كوب في اللوفي في لابونتاسيون. على بها كنت ديجا بريباري لكم لي سيليتكم سو تيرا دو ليل لي بيهم غادي نوريكم واحد المزايا في هاد لوجيسيال و إسايج باش نديسينكم هاكا باش الشرح يكون واضح والمعلومات توصلكم خفيفة ومفهومة وواضحة. بون تفضلوا معنا. بون كما الخطر اللي فاتت وريتكم كيفاش ديروا بولي لاين غادي نديسينيو اون لين نبداو بلا لين روج فوالا لاين روج بروميي بوان دوزيام بوان توجور في لاين روج فوالا حبسوا لاين هادي نبداو نوفال لين جديدة ديرو لاين بلو فوالا بروميي بوان في لاين بلو La deuxième point, la ligne bleue. Voilà. Donc, je vais vous montrer dire l'intersection entre la ligne rouge ou la ligne bleue. Je vais le logiciel calculer ou essayer de planter ou le chauffer. Voilà. Je vais vous montrer. RTK sur fixe. Donc on va tenir que je vous dire ça tire que l'intersection. Voilà. Le point là. Voilà. OK. Voilà, c'est maintenant dire 5. On va planter là. À planter. Confirmer voilà. À planter. Voilà. À planter votre fenêtre. RTK fixe sur fixe. Voilà. Voilà. Qui m'a dit à l'intersection. Masha'Allah. Je suis qui va chercher un calcul de l'intersection rapide ou surtout. Autre chose avec les calculs, ou de calcul, ou de calcul ici, ou de calcul. Radier directement les calculs ou à la surtout, ou de calcul de la virate. Hada Hua. ثاني نقول لكم حاجه جديده مره اخرى ان شاء الله. مرحبا بكم وبارك الله فيكم.